الأنباء الخطيرة لهذا المفاعل، مفاعل زاباروجيا والضربة التي تعرض إليها. هنالك حرب طاقة مستمرة ليس فقط على أوروبا والعالم بأكمله، ولكن ضغط كبير على مفاعل زاباروجيا الآن وعلى أوكرانيا، وأوكرانيا يبدو بأنها بدأت تعاني يعني على مستوى الطاقة. هل تعتقد مع التعزيزات التي تأتي العسكرية، الأسلحة الإيرانية وغيرها، أن الأمور ستتغير مع الشتاء القارس القادم لأوكرانيا، وسنجد بوتين يعلن نصرا فجأة على أوروبا والنيتو بأكمله؟ أستاذ أحمد، أشكركم على حسن الضيافة وعلى استضافتي في هذا البرنامج. نتشرف والله. أحب أولا أن أركز على موضوع مفاعل ساباروشيا. مفاعل ساباروشيا هو ثاني أكبر مفاعل نووي في أوروبا، هذا صحيح. فيه 6 مفاعلات كانت تشتغل منها 2 لفترة طويلة، ومنذ زمن هي متوقفة عن الإنتاج الكهربائي. كما ذكرت، عندما توقف الإنتاج الكهربائي في أي مفاعل نووي، فهذا يعني أن هناك حرارة في قلب المفاعل عليك أن تبردها، فتحتاج أنت إلى الكهرباء لتبريد هذا المفاعل. هذه الكهرباء كانت تأتي إما عن طريق شبكة الكهرباء التي منذ تقريبا من 2 أو 3 كانت دائما تقطع وترجع وتضرب وترجع، فهذا المسألة ليست جديدة. حتى سافرت وفد من وكالة الطاقة في فيينا إلى ساباروشيا لفحص هذا الموضوع. فموضوع أن المفاعل الآن هو سبب أزمة الطاقة هذا غير صحيح، لأنه من أشهر كثيرة هو لا يورد الطاقة، وعندما تنقطع الطاقة الكهربائية لتبريده فعليك أن تبرده عن طريق الجنريتر، عن طريق المولدات التي تشتغل في الديزل. وهناك طبعا المشكلة، هل عندك وقود كافي لتبريد المفاعل؟ أما المفاعل لا يزال تحت عمل الشركة الأوكرانية والمهندسين، ومدير المكان هو لا يزال أوكرانيين ولكن تحت الاحتلال الروسي، والمفاعل يقع الآن بالضبط على جبهة القتال، يعني عبر البحيرة أو نهر الدنيبر اللي موجود، وصلت القوات الروسية من الاتجاه الآخر في إقليم خرسون. لذلك توليد الطاقة هو ليس السبب الآن في المشكلة اللي موجودة في أوكرانيا. تحتاج أنت عموما في الطاقة الكهربائية هناك موضوعين، موضوع المفاعل وتوليد الطاقة الكهربائية، هذا شيء مهم إذا ليس لديك توليد مشكلة، ولكن تحتاج أيضا إلى الشبكة أو ما يسمى الجريد، لأنك أنت عند توليد الطاقة الكهربائية لازم تحافظ على الذبذبة 50 هرتز تقريبا، وهذه هي المشكلة التي قد تكون دائما المصيبة في المخاوف من البلاك أوت. لذلك تحتاج إلى شبكة وتحتاج إلى تدوير كامل للكهرباء حتى تستطيع أن تحافظ عليه. الآن المشكلة التي حصلت، بدأت القوات الروسية بضرب المنظومة الشبكية أو منظومة الجريد في كييف في المناطق الأخرى، هذه التي أدت الآن إلى الإرباك. فمشاكل الطاقة الآن في أوكرانيا ليس هناك توليد، وإنما لأن هناك مشكلة في البنية التحتية وفي الشبكة التي تولد الكهرباء. ولذلك كانت هناك الآن المطالب من الحكومة الأوكرانية إلى تقليص أو ترشيد الكهرباء وقطعه في بعض الأيام. بدأت الآن كثير من أيضا من الدول في توريد المولدات الكهربائية حتى يستطيعوا أن يحافظوا على المناطق الاستراتيجية أو المستشفيات أو الأماكن التي يجب أن يكون هناك فيها توليد كهربائي دائما لهذه المشكلة. فالآن خطة روسيا الظاهر بدأت في ضرب العمق الأوكراني أو محاولة ضرب شبكة الكهرباء، في محاولة منهم لكسر معنويات الشعب إيمانا منهم، أو مثل ما تقول تمنيا منهم أنه قد تنخفض قدرة الشعب على المقاومة والدفاع عن استقلال بلدهم ودعم حكومتهم. هذه هي الخطة الاستراتيجية التي الظاهر الآن لجأت إليها روسيا، وهذا دليل الصراحة بتحليلي أنا، دليل على ضعفهم العسكري وعدم قدرتهم على الحفاظ على إنجازاتهم العسكرية، فبدأوا في عملية كسر معنويات الشعب عن طريق هذه المحاولة.